مرحبا بكم مستمعينا اينما كنتم، سواء داخل المغرب او لا خارجه، على اثير اذاعتنا R212 لا ويب راديو دي ماروكان دو موند، اول اذاعه في الويب موجهه خصيصا لمغاربه العالم. فقرة كيرويك مستمعينا، وكما العادة كرفقكم في مجموعة من المواضيع اللي كتهم الصحة الجسدية والنفسية ديالكم. مع كثرة استخدام الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية لساعات طوال، بات من الصعب جدا الحفاظ على صحة العينين، خاصة عندما يتعرض الفرد لفترات طويلة للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات، والذي في الغالب ما يؤدي إلى مجموعة من التحديات البصرية أبرزها إشكاليات العين الكسولة. فما هو هذا المرض؟ ما هي أعراضه وطرق العلاج؟ كسل العين أو ما يعرف طبيا بالغمش، ونوع من أنواع ضعف الرؤية، والذي يؤثر على وظائف عين واحدة فقط. ويأتي هذا المرض نتيجة خلل في عمل الدماغ والعين معا، حيث لا يستطيع الدماغ التعرف على البصر من خلال عين واحدة. ومع مرور الوقت يصبح الدماغ يعتمد أكثر فأكثر على العين الأخرى التي تكون الأقوى، بينما ينقص البصر في العين الأخرى. فيما يتعلق بأعراض العين الكسولة، فغالبا ما تظهر في مرحلة مبكرة من الطفولة، وتظهر مجموعة من العلامات مثل ميلان الرأس نحو العين المصابة، إطباق الأجفان المتكرر حول العينين، تدلي الجفن العلوي، فقدان التركيز الذهني، والتعثر وتكرار السقوط أرضا. أما عن أسباب الإصابة بالعين الكسولة، فهناك حالتين من الإصابة، إما أن يزداد الرضيع بها أو أن يصاب بها في فترات مبكرة من الطفولة. وغالبا ما يكون الطفل قد عانى إما من الولادة المبكرة أو الولادة بحجم أصغر من الحجم العادي، أو أن له تاريخ عائلي ووراثي من الحول، أو أنه ازداد بإعاقة في النمو. وأخيرا مستمعينا، أساليب العلاج. إذا كانت العين الكسولة ناتجة عن مشاكل في انكسار الضوء مثل قصر النظر أو طول النظر، فيمكن للنظارات الطبية والعدسات اللاصقة تصحيح الرؤية وتحسين وظيفة العين الضعيفة. كما أن تغطية العين السليمة باستخدام رقعة أو ما يعرف بباتش ستحفز العين الضعيفة على العمل بجدية أكبر، حيث يتم ارتداء الباتش لعدة ساعات يوميا حسب توجيهات الطبيب. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام قطرات الأتريوين في العين السليمة والتي ستطمس الرؤية مؤقتا، مما يجبر العين الضعيفة على العمل بجهد أكبر وتحسين الرؤية فيها. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة كيرويك، رفقة ممتعة مع باقي برمجة R212 لا ويب راديو دي ماروكان دي موند.